بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي، صحة فطوركم ورمضان مبارك، ربي يتقبل منا إن شاء الله. ها هو المرسوم المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبة الموظفين ونظام دفع رواتبهم يصدر بعد الكثير من الكلام والكثير من الحبر الذي سال حول هذا التعديل. فذهب البعض إلى أن التعديل سيكون في قيمة النقطة الاستدلالية، أي أن 45 دينار جزائري المقابلة للرقم الاستدلالي تصبح 50 دينار أو 65 دينار أو مبالغ أخرى. وفي الآونة الأخرى الأخيرة عفوا، ظهرت شبكة استدلالية غير رسمية. أنا شخصيا كنت من المتعاطين معها، لكن بصدور الشبكة الاستدلالية في الجريدة الرسمية لم يعد هناك كلام آخر، وها هي أمامنا الشبكة الاستدلالية الجديدة الخاصة بموظفي الوظيفة العمومية. زيادة لم تكن في قيمة النقطة الاستدلالية، ولكن في عدد النقاط الاستدلالية كما نشاهد، ربما 50 نقطة لكل صنف من الأصناف، حيث صنف واحد كان 200 أصبح 250، صنف اثنين كان 219 أصبح 269 وهكذا. المهم، زيادة تقدر ب 50 نقطة استدلالية. كذلك هناك زيادات في قيمة النقطة الاستدلالية المقابلة للدرجة. وبالتالي عناصر الراتب التي ستتأثر هي: أولا، الأجر القاعدي الذي يحسب على أساس ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى في 45، نجد الأجر القاعدي. كذلك لما موظف تكون عنده درجة أو درجتين إلى غاية 12 درجة، فإن منحة الخبرة المهنية تحتسب بضرب الرقم الاستدلالي المقابل للدرجة في 45 دينار جزائري. مثلا موظف في الصنف 4 أجره القاعدي هو 313 ضرب 45، بينما إذا افترضنا أن هذا الموظف يكون في الدرجة الخامسة، نلاحظ أن قيمة النقطة الاستدلالية المقابلة للدرجة الخامسة هي 79، وبالتالي منحة الخبرة المهنية تساوي 79 في 45. وطبعا الأجر الرئيسي هو حصيلة 313 في 45 زائد 79 في 45. وبما أن الجمع ضرب تبديلي على الجمع، يمكن القول أن 313 زائد 79 في 45 هي التي تشكل الأجر الرئيسي. لماذا نتحدث عن الأجر الرئيسي هنا؟ لأن جل المنح، إن لم نقل كل المنح، تحتسب على أساس الأجر الرئيسي. فمنها من تحتسب على أساس نسبة، ومنها ما تحتسب على أساس قيمة ثابتة ولكنها مرتبطة بالصنف والأجر الرئيسي، طبعا باستثناء المنح العائلية اللي تحتسب على حساب عدد الأولاد وما إلى ذلك، ولو أنها تبقى ضئيلة جدا. كذلك منحة الجنوب ومنحة المنطقة تحتسب على أساس
الأجر الرئيسي ليس الحالي وإنما لسنوات سابقة، أعتقد لسنة 89. نتمنى أن تحين هذه المنحة لإخواننا في الجنوب الجزائري، لأنها أصبحت ضئيلة جدا مقارنة بالزيادات الحالية. على العموم الزيادة طفيفة طفيفة جدا، يعني في متوسطها 2000 دينار جزائري، 200 ألف. وقد قمت بتعديل برنامج الرواتب الذي أشتغل عليه منذ سنوات، ويستخدمه الكثير من الإخوة، سواء على النت مباشرة أو عن طريق تطبيق المحمول، بحيث يتماشى مع النصوص الجديدة. أعني هنا المرسوم الرئاسي 22138 الذي صدر مؤخرا. نذهب هنا مثلا إلى التطبيق في الويب عن طريق هذا الرابط manaber.ca.biz/p/. نجد هذه هي الواجهة. يمكن فقط تكبير الواجهة إلى حد معين هكذا. هنا نكتب الولاية، برج بوريريج، صديف، مسيلة، الجزائر، مستغانم، تلمسان، لا يهم. هنا الاسم واللقب، هنا رقم الحساب البريدي، المفتاح، هنا البلدية، وهنا المؤسسة. فقط بالنسبة لهذه المعلومات، هي لا تؤثر في حساب الراتب، ولكن إدراجها يؤدي إلى طباعة كشف راتب صحيح شكلا ومضمونا. أما المعلومات التي في الأسفل فهي التي تؤثر في الراتب. مثلا نأخذ هنا، نختار الوظائف. لدينا جميع الوظائف المتعلقة بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، مرتبة ومصنفة حسب الأسلاك والشعب. نأخذ مثلا رتبة مقتصد، وليكن في درجة، هنا نختار درجة هي من 0 إلى 12. نأخذ مثلا درجة 5. الحالة العائلية، يمكن اختيار بين عازب ومتزوج، طبعا نختار متزوج. وضعية الزوجة، عاملة أو ماكثة، نختار ماكثة. عدد الأولاد من 1 إلى 12، نختار مثلا 3 أولاد. كذلك الأولاد الأكبر من 10 سنوات، بالرغم من أنه مبلغ لا يكاد يعد، يعني لأنه مبلغ ضئيل جدا، لكنها تؤثر نسبيا في الراتب. هنا بالنسبة للتعاضدية، هناك موظف مشترك أو غير مشترك. نأتي هنا إلى الخدمات الاجتماعية، لأن قطاع الخدمات الاجتماعية غير ثابت ولا يمكن حسابه بنسب. فإذا كان موظف ما لديه سلفة من الخدمات الاجتماعية، سواء لشراء سيارة أو لأداء مناسك الحج أو العمرة أو لأي سبب آخر، يدرج هنا مبلغ الاقتطاع. هنا بالنسبة لأيام الغياب، أيام الغياب طبعا هي من 0 إلى 30، هي افتراضيا تأتي 0 يوم. كذلك علامة المردودية من 40 إلى 0، وهي مرتبطة بحساب المردودية. أيام الغياب خلال الثلاثي، الفرق بين أيام الغياب هنا وأيام الغياب هنا أن هذه تتعلق بالراتب الشهري، وأيام الغياب خلال الثلاثي تتعلق بمنحة المردودية ل3 أشهر. هنا نكتب الشهر، وليكن مارس،
وليكن مثلا مارس 2022، بعد أن انتهينا من ملء المعلومات نضغط على طباعة الكشف. هنا نلاحظ أنه كشف راتب جاهز ويتم طباعته آليا كما نلاحظ. بالإضافة إلى ذلك، عفوا، هذا إشهار، نضغط هنا على تجاوز الإعلان. قلنا بعد الضغط على كشف الراتب يظهر بهذا الشكل، وهو معد مباشرة للطباعة. الطباعة تكون في صفحتين، الصفحة الأولى متعلقة بكشف الراتب وهو نموذجي، في الصفحة الثانية تظهر عناصر أخرى والتي هي منحة المردودية لثلاثة أشهر، منحة المردودية لشهر واحد، كذلك منحة المردودية لثلاثة أشهر بتجاهل الغياب. عادة هذه لا تكون تساوي هذه إذا كان فيه غيابات، كذلك الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، كذلك الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي باحتساب المردودية. هذا الأجر الخاص بإعداد وثيقة وهي شهادة العمل والأجر. هنا الأجر الصافي باحتساب المردودية، وهنا الأجر الصافي السنوي. هذا في الشكل الأول للبرنامج. هناك شكل ثاني والذي هو هذا هنا، بنفس الطريقة. هنا في مكان الولاية نكتب الولاية ولتكن مثلا برج بوريريج، فقط في برج بوريريج في اليوم الماضي حادثة انفجار الغاز في منزل إخوتنا اللي توفوا وربي يرحمهم في هذا رمضان. أتمنوا من الإخوة المشاهدين يدعوا لهم بالرحمة، ويدعوا إن شاء الله ربي إن شاء الله يدخلهم الجنة إن شاء الله، ويجمعهم مع الأنبياء والصديقين، ويا ربي إن شاء الله يغفر لنا إن شاء الله ويتقبل منا صيامنا وقيامنا. نعود إلى البرنامج. قلنا هنا مثلا البلدية، مثلا أولاد دحمان، عفوا، مثلا اسم المؤسسة، لنفترض ثانوية الأمير عبد القادر. كذلك هنا كشف الراتب لشهر مثلا كما قلنا مارس، لأنه هذه التعديلات تحتسب بداية من شهر مارس. هنا الاسم واللقب وليكن محمد أهليلو. هنا ندخل رقم الحساب البريدي والمفتاح. كما أشرفت ذكرا، هذه المعلومات تتعلق بالجانب الشكلي لكشف الراتب ولا تتعلق بالجانب الحسابي. نأتي الآن إلى المعلومات التي تتعلق بالجانب الحسابي. نختار الوظيفة، ليكن أستاذ التعليم المتوسط. نختار هنا الدرجة، مثلا الدرجة الثالثة.
كذلك مشترك أو غير مشترك في التعاضدية، مبلغ الاشتراك في الخدمات الاجتماعية وكنت أشرت إليه سابقا، الحالة العائلية، متزوج مثلا، وضعية الزوجة مثلا ولتكن عاملة، عدد الأولاد لنفترض 2، الأكبر من 10 سنوات مثلا 1، علامة المردودية كما أشرنا تكون عادة 40، عدد الغيابات 0، وعدد الغيابات خلال الثلاثي كذلك 0. بعد أن أكملنا إدراج المعلومات، نأتي هنا إلى زر الطباعة ونضغط عليه. هكذا يظهر كشف الراتب بنفس الطريقة في الذي أجريناه في الواجهة الأولى، فقط الفرق بين الواجهتين هو من حيث الشكل، في حين هذه الواجهة مخصصة تكون عملية أكثر على جهاز الكمبيوتر، والواجهة الأخرى تكون عملية أكثر على الجهاز اللوحي أو الهاتف. أتمنى أن يكون الشرح وافي وكافي. لا تنسونا بالاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، سواء بالضغط هنا لتظهر القناة، ثم الضغط على زر الاشتراك من هنا أو من هنا، وتفعيل الجرس، ومشاركة الفيديو في كافة المنصات. فقط قبل أن أختم هذا الموضوع، أود التذكير بالاشتراك والتفاعل، لأنني سأقوم ب شرح كيفية حساب الرواتب لمختلف الوظائف، سواء في الوظيفة العمومية أو في الهيئات المنتخبة أو المناصب العليا، وسأبدأ بالتفصيل طريقة الحساب رياضيا، وكذلك طريقة الحساب بلغات البرمجة الأكثر تداولا. سأبدأ ب في بي آ، وهو الذي يستعمله الكثير من الموظفين، لأنه مرتبط عادة ببرنامج مايكروسوفت إكسل ومايكروسوفت أكسس، ثم كذلك بلغات شهيرة مثل الجافا والجافا سكريبت والبايثون. الأمر ليس معقدا جدا كما يتصوره البعض، الأمر بسيط، ويمكن ترجمة أي عبارة منطقية أو أي دالة حسابية رياضية إلى دالة برمجية. يعتمد الأمر على تفاعلكم. أشكركم على متابعة هذا الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو، وصحة سحوركم.